ولا ببغاء. هذا بما يخص الحكاية. أما غزليات نزار قباني فهي محظورة يعني، لكن مقروءة. لكن يقال بأن عبد الإله الصايغ في أمريكا، نزار قباني، نزار قباني العشق، نزار قباني المحبة لجميع الفتيات أو جميع النساء العراقيات والعربيات وأيضا حتى الأمريكيات. والله هذه تهمة جميلة، يعني هي تهمة بس متهم يعترف يتمنى هاي التهمة ولو هي مو صحيحة. يعني مثلا واحدة سألته كم حبيبة أحببت، سئلون نزار قباني كم واحدة حبيت قبلي، فدريد يعدد لها يقولها لا تطلبي مني حساب حياتي، إن الحديث يطول يا مولاتي، كل السنين أنا بها فكأنما عمري ملايين من السنوات، لم يبق نهد أبيض أو أسمر إلا زرعت بأرضه راياتي، لم تبق زاوية بجسم جميلة إلا ومرت فوقها عرباتي، مأساة هارون الرشيد مريرة لو تعلمين مرارة المأساة. شكرا جزيلا دكتور عبد الإله الصايغ على هذه الإجابة عن معجباتك بقصيدة نزار قباني، شكرا جزيلا. مو بعيدين مو بعيدين اللي يحب هند البربو، مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين القمر حط بقربو، مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين اللي يحب هند البربو، مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين القمر حطوا بقربه، مو بعيدين. دكتور عبد الإله، نحن في منطقة جميلة جدا من أمريكا، بحر أيضا، وجوه حلوة، خضار، كيف انظر عبد الإله الصايغ إلى الجمال؟ أولا يعني أنا عندي الجمال هو كل شيء، أولا الجمال هو الله، الجمال هو الله، الجمال هو السلام، الجمال هو العشق، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا. في شاعر اسمه عمرو ابن معدي كرب، جاهلي أدرك الإسلام، قال في الجمال ما لم يقله عالم حديث، قال ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن أرديت بردا، حتى إذا كان شكلك جميل، إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا. أنا بالنسبة لدراساتي يا أستاذة هيفاء يعني وجدت حوالي 50 نظرية في الجمال، يعني مثلا الجمال هو التناسق، كأن يكون هذا الجزء اليمين يشبه الجزء اليسار، هذا التناسق واللي يسموه بعالم جمال الفاتنات يسمونه بروفيل، يعني نصفها اليسار يشبه نصفها اليمين، أكو بعض البنات مثلا نصفها اليسار جميل النصف اليمين مش جميل، الجمال أن يكون البروفيل يعني في الحالتين واحد، ثانيا الجمال أن يكون التناسق، يعني شيء الرأس ويا الجسد ويا الخضرة، يعني أنا لا أستطيع أن أرى مثلا جمال سين من البنات بمعزل عن الطبيعة، يعني الآن جيبي لي أجمل مخلوقة في الكون تقف على جثث
لا أستطيع أن أتخيل جمالها. الجمال يستدعي السلام، يستدعي العشق، يستدعي الروحانيات، يستدعي الطهر. يعني الجمال إذا كان خارجي يعني لا يستمر. الجمال قرين الشباب. يعني الآن لما تقولين مثلا الربيع جميل، الربيع شاب. ليش؟ لأن يجي إثر الخريف وتساقط الأوراق. بعدين أكو شيء آخر، حتى لا نكون يعني أكاديميين في هذا المكان الرومانسي، أكو شيء بالجمال يسموه الكاريزما. يعني الجمال يشترط أن يكون جذاب. دكتور، أكيد كتبت أبيات جميلة وقصائد حلوة للجمال، أريد أسمع منك بعض من الأبيات عن الجمال. الليل يومئ لي بالريح والمطر، حاول أرسم صورة جمالية. الليل يومئ لي بالريح والمطر، فما تخبئ للآتينا يا وتري. الدرب أقفر والأصوات نائمة، وأنت تلهث بين الوعد والسهر. إن كنت آمل وصل فهي سابحة في الغيم، تبحث عن دنيا بلا وطر. في وجهها طفلة، في قدها امرأة، تعابث الشوق مرميا على الضجر. حتى أطل عليها زائر نهم في ذات ليل، فنادت إنه قمري. مشت إليه صبابات مجرحة، وزغرد العمر. يا أفراح ينهمري، الوعد جاء فغنى الرخص في جسدي إلى الجحيم عذاباتي. ومدكري وكان ما كان، وكان ما كان، أن عصفورة وهبت جناحها الغض للقيا ولم تطري. وكان ما كان، وسمر العاشق الحوذي رغبته. وكان ما كان، إبحار بلا سفر. الحب أية دنيا في محارقها يخضر جذر، ويجري الماء في الحجر. به البراءة تكوى وهي راضية، ويلتقي المتعب المنكود بالبطر. الليل يطرق شباكي ويغمز لي، لا قلب عندي فاذهب أيها الغجري، لا قلب عندي فاذهب أيها الغجري. وسلمي لي يا طيور الطايرة، وسلمي لي يا شمسنا الدايرة، وسلمي لي يا طيور الطايرة، وسلمي لي. أنا أيضا يعني عندي عشق إلى دجلة والفرات. يعني أنا الفرات نهري الشخصي، نهر مدينتي. يعني نحن في النجف يعني نذهب إلى الكوفة ونستحم في الفرات، ولدي قصائد كثيرة عن الفرات. وحينما جاءت مرحلة بغداد إكمال دراستي الجامعية والعليا، يعني كنت أجلس على نهر دجلة وأكتب الكثير من القصائد، وغالبا ما أجلس في الليل. يعني أتذكر أني عندي قصيدة كتبتها على نهر دجلة، كان أكو عوامة، فقلت: الليل زجال غريب منح الشوارع المسملة العيون، لسع الفطام رقصة المومس والعواء. وسلمي لي يا شمسنا الدايرة، وسلمي لي يا طيور.